مساء الخير ومرحبا كالعادة بكل متابعي ومتابعات صفحتنا الأوفياء. مرحبا بكل من يتبع فينا من داخل تونس ومن خارجها. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي بث مباشر جديد يتطرق طبعا للأحداث المرعبة التي نشاهدها أو التي نحن بصدد مشاهدتها اليوم. يعني كل يوم مصيبة، كل يوم كارثة نسمع بها، كل يوم تهديد للأمن القومي، كل يوم تهديد للأمن العام، كل يوم تهديد لأمن التوانسة، كل يوم يأس جديد لشباب تونس، كل يوم يأس جديد نعيش فيه من جراء طبعا ومن بركات الثورة المجيدة اللي هنا قاعدين نشوفه في النتائج الوخيمة متاعها يوما بعد يوم. ما نطولش عليكم أكثر في المقدمة، باش يكون اللايف هذا مقسم لجزئين. الجزء الأول هو طبعا الاعتداء وتنامي ظاهرة العنف في المدارس وفي المعاهد وخاصة من طرف الشباب، يعني الأطفال والشباب، وتنحكيوا على طبعا الأسباب متاعه، الأسباب الاجتماعية والأسباب طبعا السوسيولوجية اللي انجر عليها الشيء هذا واللي تفاقمت معناها بسببها هذه الظاهرة الخطيرة اللي نعتبروها خطيرة جدا وتمس من صورة تونس في الداخل وفي الخارج وتمس من مستقبل تونس ومستقبل أجيال تونس. به هذا بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني باش يكون حوار حصري، باش نحكيوا فيه بصفة عامة على رجال الدولة الذين تم التنكيل بهم بعد 2011، وباش ناخذ مثال اللي هو مثال الشهيد الدكتور جيلاني الدبوسي اللي طبعا تم التنكيل به حتى الموت وتعذيبه حتى الموت أثناء حكم الإخوان، أثناء حكم الحكم الرشيد لحركة الإخوان المسلمين والتبع متاعها. وللتوثيق أيضا هي شهادة للتاريخ، باش يكون معانا على المباشر ابن السيد سامي الدبوسي، باش نسمعوه في اتصال هاتفي مباشر من بعد نتصلوا به قدامكم. دونك يعطينا تفاصيل اكثر على القضيه اغتيال والده الدكتور المرحوم الجيلاني الدبوسي، الله يرحمه وينعمه ويجعله من اهل الجنه. دونك هذا بالنسبه للجزء الثاني. باش نحكي توا نرجع للموضوع الاول ونرجع لتنامي ظاهره العنف في المدارس. كنت قبل دقيت نواقيس خطر من خلال المنابر الاعلاميه اللي كنت نخدم فيها سواء اذاعه او تلفزه حول تنامي ظاهره العنف في المدارس، وخذيت ايضا عديد الجوانب الاخرى اللي تهدد المدارس والمؤسسات التربويه متاعنا في تونس بعد 2011، خاصة انتشار ظاهرة المخدرات، خاصة انتشار ظاهرة العنف وتفاقمها، وحكينا عليه عديد المرات وجبت الأخصائيين وعلماء الاجتماع والأساتذة والمحامين، وحاولنا نحكيه حتى في فورمول جديدة متاع صياغة قوانين جديدة اللي ربما تحسن من المستوى على الأقل التربوي متاع تلامذتنا في المدارس، وتزيد الرقابة أكثر داخل المدرسة وداخل المؤسسة التربوية باش ما يوصلوش للشيء اللي وصلنا له توا. دونك سمعتوا مؤخرا، ما حكيتش على غالب ما عملتش لايف البريود الاخرى، باش نحكي على الاستاذه اللي طبعا تكتلت عليها اكثر من 20 محامي لمجرد انها اعطت ملاحظه، استاذه انجليزيه سمعتوا بها مدام فاتن بن سلامه، اعطت ملاحظه لتلميذ فيري باد اللي هي تقييم عادي، معناها اذا كان جبت بالباهي باش تاخذ اكسلنت، باش تاخذ جود فيري جود، باد فيري باد، هذه تقييمات عاديه معناتها ما تستدعيش الهاله اللي صارت هذيك كلها، ما تستدعيش الكفوف على صارت كلها، ما تستدعيش الظاهرة اللي شفناها كلها. وطبعا ما 22 محامي دخت معناتها من عدد المحامين اللي بون هو لا محالة في من حقهم باش يرافعوا في أي قضية، ومن حق أي منوب أنه يجيب العدد اللي يحب عليه من المحامين، أما الظاهرة بكلها، الظاهرة بكلها التقييم تاع فيري بيت يستدعي 22 محامي واتهام الأستاذة بأنها كانت سبب في باراليزي فاسيال صارت له ما نعرفش شنو، وهل الشيء اللي سمعتوه هذاك الكل. الحقيقة ما باش سمعت في الاذاعات، تبعت كيف كيفكم، شفت على مواقع التواصل الاجتماعي، تبعت تصريحات الاستاذه بيدا، تبعت تصريحات فريق الدفاع نتاع الطرف اللي يقول كونه متضرر بالطبيعه بسبب الاستاذه، لقيتها الحكايه معناها ما تستدعيش هذا الكل، الهاله الاعلاميه كلها اعطته تقييم، بالتالي معناها هذا شنو الرساله من بعد هذا الكل، شنو اللي تحبوها توصل للاطار التربوي؟ معناها باش يولي الاستاذ يخاف ويعطي التقييم الاصلي للتلميذ نتاعو، باش يولي الاستاذ يخاف قبل ما يقيم تلميذه، قبل ما يعطيه اي ملاحظه، قبل ما يعطيه اي عدد، ما لا بعد اللي شفناه هذا، بعد الظاهره نتاع الاستاذه هذه، شفنا اليوم ظاهره خطيره وخطيره جدا واعتبرها سابقه، ربما اخطر سابقه في تاريخ التعليم في تونس، عمرها ما صارت.
عمرها ما صارت. الساعة قبل كل شيء يلزم ننوهو كونه هالتلامذة هذوما وهاللاج هذا والتلامذة اللي قاعدين يرتكبوا في الجرائم، مش باش نعمم نحكي تلامذة الكل، أكيد كونه فما تلامذة معناه متربين وفما تلامذة ما يقوموش بالشيء هذا، التلامذة هذوما راهم خريجي مدرسة الثورة المجيدة، هذا الكل تعلموه تو التلميذ نتاع اليوم عمره 17 عام، بين 16 و17 عام، إلا هشم رأس أستاذه نتاع التاريخ والجغرافيا بطريقة لطف يا ربي، معناها حتى في الأفلام نتاع الرعب ما نشوفوهاش وما شفناهاش، معناها بسكينه متاع ذبيحه كيش دخل بيهم للمدرسه كيش مدهم كيش غدر استاذه قدام 34 ولا 35 تلميذ حاضر، معناها المشهد مروع، مستقبلك عائله استاذه والاستاذ يحكيوا عليه الناس الكل تحكي عليه كان في الخير، معناها ابارامون حسب ما مريت توا تعليقات وريت الناس لا تعرف الاستاذ هذا يشكروا فيه، قال لك من اعز واكفأ واحسن الاساتذه واكثر الاساتذه المتخلقين واللي يتعاملوا بالباهي مع تلامذتهم، دونك الاستاذ هذا مش نحكي في الاسباب اللي خلاته، هذا يتسمى تبرير للجريمه بالنسبه الناس ولا باش تحكي على الاسباب وشنو الاسباب اللي خلاته يرتكب الجريمه هذه، وكانه نلتمسوا في عذر للجرائم الفظيعه، وكانه نلتمسوا في عذر لعمليات الاغتيال وعمليات العنف الممنهجه اللي قاعده تصير توا، ولا هي تمس اهم قطاع في اعتقادي هو القطاع التربوي، لانه لهنا بالحق خليني نسطر 10 اسطر تحت القطاع التربوي اللي هذا الكل ما كناش نسمعوا به قبل 2011، قبل 14 جانفي 2011 كنتوش تسمعوا بتلميذ تغرس استاذه بسكينه، كنتوش تسمعوا بتلميذ هشم وجه استاذته، كنتوش تسمعوا بهالاعتداءات الصارخه على الاطار التربوي وعلى الاساتذه بشكل خاص، هذا الكل ما كناش نسمعوا به قبل 2011، ولو صارت ظواهر ربما بدزان تلميذ يدز استاذه وياخذ العقوبه الكافيه وطرد من جميع المدارس ومشاو قداش من مره، معناها فما تلامذه تم احالتهم على الاصلاحيه بعد طردهم بطبيعه مع طردهم من جميع المدارس رفض نهائي، دونك كانت فما دوله كان فما ايتا توا هذا الكل نتيجة لغياب الدولة، نتيجة لغياب الردع، نتيجة للخوف، الخوف نتاع المؤسسات ومتاع مديري المؤسسات ومتاع الناس اللي قايمة على الوزارات ومتاع الناس اللي قايمة على الإدارات المركزية والجهوية والمحلية إلى آخره، فما خوف كبير من المواطن، فما خوف كبير لأنه يشوفوا الإفلات من العقاب، هي راهو سيتان تو معناها لهنا كي باش نحكيو على كل شيء، يقول لك المجرمة قاعدين يضربوا ويتسيبوا، أتو يرجع يعاود يضغرني، أتو يرجع يعاود يضربني، دونك راهو الحكاية معقدة برشا والموضوع معقد برشا، واذا كان باش نرجعوه باش نرجعوه لعديد العوامل، هنا سي ملتي معناها فاكتوريال الحكايه، ماهيش نتاع سبب بركه خلى الشيء هذا، السبب الاول هو التسيب نتاع الثوره، السبب الثاني هو رذوخ الدوله في عديد الاحيان بعد 2011 للمحاكمات الشعبيه ولضغط الشارع اللي يسميه هما بين معاقفين، دونك هذا راهو معناها اش معناها؟ معناها قانون شعبوي، معناها القانون ولا يتنفذ بطريقه شعبويه، الردع ما فماش، كنت حكيت فيه قبل الملف هذايا في علاقه بالارهاب وفي علاقه بالعمليات الارهابيه وفي علاقه بالعمليات الاستباقيه وفي علاقه بايقاف المتطرفين اللي عندهم شبهات رسميه ومن بعد يتعداوا على القضاء ويتسيبوا، هذاك علاش الامني كيف كيف يقول لك ما عادش نشد خاطرين نشد وهما يتسيبوا تو سامبلومون، كيف كيف توا الاطار التربوي، الاستاذ شنو باش يولي ولا الاستاذه تلقاها تقري في بلاصه بعيده وبعيده على دارها وبعيده على منزلها، شنو باش يصير فيها؟ الأستاذة كي تشوف الحالات هذه وتشوف الاعتداء على زملائها رجال ولا نساء شنو باش يصير؟ معناتها باش تخمم ألف مرة قبل ما تقيم التلميذ، قبل ما تاخذ أي عقوبة، ما تتخذ أي عقوبة ضد التلميذ يستحق العقوبة هذيك، دونك راهو الموضوع معقد ومعقد للغاية ويجب تدخل فوري وردعي وواضح ومشرف من طرف سلطة الإشراف والسلطة القائمة حاليا في تونس، لأنه الشيء اللي وصلنا له بلغ منتهاه، ما عادش فما أقوى من هكا، ما عادش فما أخطر من هكا، ما عادش فما ما يهدد أمن المواطن التونسي أكثر من الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه توا حاليا، دونك لهنا راهي الظاهرة ذي تنمات بشكل كبير وكبير برشا، هذا جانب، الجانب الثاني اللي يخلي ظاهرة العنف تنتشر، وقت اللي يشوفوا هاك التلامذة هذوكم والأطفال هذوكم والشباب هذوكم اللي ولاو كيحلوا التلفزة يتفرجوا على نائب في مجلس نواب يضرب زميلته يعتدي عليها بالركل والتشفير والبونية ويشوفوا النيابة العمومية ما تتدخلش وما يشوفوش السيد هذاك في الحبس، هذا كيف كيف، سي ان فاكتور اللي هو يشجع المواطن ويشجع الشاب ويشجع الطفل باش يقول لك هاكم فماش عقاب. هاي الناس تضرب بيديها ولباس ومسيبة وتدور كي سيد بوغلادة مسيبة وتتكلم وما وقفها حتى حد، هات حتى اني نلتجئ للعنف ونقوم بالشيء هذايا نفسه والبريمة يعرض لي، معناها هذايا المنطق نتاعهم، ريتو قبل قرينا قبل صحيح مانيش قبل برشا قريت، اما كيف قريت الحقيقة حتى وقت فما في الكلاس تلقى تلامذة معناها سواديزون مشاغبين والا خارجين على السيطرة والا ما نعرفش
عمره ما ترى تلميذ يهز ايده على استاذ، عمره ما ترى قليل وين ترى تلميذ يرجع كلمه صغيره على استاذ، مش بالشيء اللي قاعدين نشوفه فيه تو. هاني قريت باك بلوس سويت ولا قديش، عمري ما ريت معناها من سنه اولى ابتدائي عمري ما ريت اعتداء سافر على الاطار التربوي بالشكل اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم. عمري ولا ريت تلميذ، حتى باندي، حتى كلوشار، عمري ما ولا ريت تلميذ هز ايده على استاذ ومربي، عمري ولا ريته بالعمر. ربما كما قلت لكم يصير معناها هكا بالكلام وياخو العقوبه نتاعو اكثر من العقوبه نتاعو، والاطار التربوي الكل يقف ويردع الشيء هذايا، والمدير والقيم العام ويمنعوه من الدخول الا بالولي، ويرفتوه 15 يوم ويرفتوه شهر ويرفتوه رفت نهائي من جميع المدارس باش يكون عبره لغيره. اما اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم ما تلقى ما تقول، معناها مسكين الراجل ربي يصبر عائلته ربي يقيمه سالم قبل كل شيء، لانه سمعت كونه في حاله حرجه جدا، كيف كيف معناها استدعى حالته استدعات تدخل عاجل ودخل ديريكتومون لغرفه العمليات بعد تهشيم وجهه بسكينه وساطور كما توا شفت في عديد المواقع الرسميه نتاع الاذاعات التونسيه، مش من الفيسبوك برك، لانه الفيسبوك لا يعتد معناها به كمصدر رسمي للانتقاء المعلومه. دونك الضرب ولا معناها ما عادش وصلنا الامباس، معناها امباس. اذا كان هذه العلاقه باش تولي ما بين التلميذ والمربي، وهنا خليني نلوم اكثر واكثر 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 على العائله. الاولياء عندهم دور كبير، 80% المدرسه الاولى هي العائله. المدرسه الاولى لتربيه التلميذ وتهذيب سلوكه هي العائله نتاعو. اذا كان العائله نتاعو مسيبته على ترك ذراعه ولا يتراقب فيه ولا يتراقب في دروسه ولا يتراقب في غياباته ولا تمشي للمؤسسه التربويه تتبع وتشوف ولدي غايب ولا مش غايب، تشوف شنو علاقه ولدي بالاساتذه. احنا قبل كنا متميزين وكنا الاولانيين في اقسامنا وكنا الاولانيين على الصعيد الجهوي وكنا من الاولانيين على الصعيد الوطني، واوليائنا كانوا يجيو ويتبعوا ويسالوا الأساتذة، وولدي عمل شي حاجه، وولدي ممريقل ولا، وولدي يقرا على روحه ولا، يشوش ولا، مشاغب ولا، ما وصلناش يضرب استاذه ولا يتقبح في استاذه ولا. معناها هذا شوف قبل كيفاش كنا، انا كنا تلاميذ معناها مش نجباء، كنا النخبه نتاع التلاميذ، وجينا الاولانيين على الصعيد الوطني، معناها وكانت اوليائنا تمشي للمؤسسه التربويه من المدرسه يمشي ويسالوا بيريوديكمون، مش كل يوم، ما يمشي ويسالوا مره في الشهر مره في 3 جمعات، يمشي ويسالوا ويدوروا على ساده ولدي سافا ولا، ويمشي ويسالوا القيمين ويسالوا كذا ويسالوا كذا. اللي راهي العائله هي المدرسه الاولى كما قلت، و80% من المسؤوليه على عاتق العائله وعلى عاتق الاولياء نتاعو، لانه اذا كان اوليائه مسيبين كما قلت الماء على البطيخ وما يسالوش على ولدهم وينه يقرا مش يقرا، تخل ما تخلش، يغيب ومن بعد يجيب واحد يقول هاو عمي ياخو بيه البيي، وتعرفوا انتوما يدلسوا في اللي روجيستر، يسرقوا في اللي كارني دو بيي من الاداره، راهو شيء مهول قاعد يوصلني من الاساتذه ومن المربين اصدقائي، راهو شيء مهول قاعد يوصل، شيء مهول، راهو يسرقوا في اللي كارني دو بيي باش يدخلوا بيهم، يخرج الله اعلم به وين يمشي، شنو يتكيف، شنو يشم، شنو يشرب، شنو يعمل، شنو الجريمه اللي عملها، سواء في الاطار في المؤسسه التربويه والا خارج المؤسسه التربويه، ومن بعد يزور بيه ويدخل بها للقسم ولا على باله بالطقس، معناها نورمال. وينهم الاولياء من هذا الكل؟ هنا دعوه من المنبر هذا، ما نزيدش نطول اكثر في الملف هذا، دعوه من المنبر هذا لكل الاولياء اللي قاعدين يتصنتوا توا، ولكل الناس اللي وبربي بارتاجيو الفيديو على قد ما تنجموا، لانه الامر خطير وخطير برشا برشا برشا، راه لا ينبأ بخير بالكل في الظروف هذه اللي تعيشها تونس. نكملوا كونفلي كبير بين الاساتذه والتلاميذ، ولا قدر الله كان انتشر الشيء هذايا وكان معناها بالحق ما كانش فما توا ردع وما كانش فما بالحق قرارات صارمه تخوف وترهب التلامذه من انه حتى يخموا مجرد التخمام انهم يقوموا بنفس العمليه هذه ولا يقوموا بنفس التصرف هذايا مع الاساتذه نتاعهم ومع الاطار التربوي نتاعهم، فماشيين الى ما لا يحمد عقباه. هذه الرساله للاولياء الكل، راقبوا ولادكم، راقبوا ابنائكم وبناتكم، راقبوهم، مش تشوفوا يخرج في الوقت من الدار ولا توصلوا قدام المؤسسه التربويه تعدى تخدم على روحك وانسى ما تتحدث، يا حي الليل تحضر له عشاه ويرقد، لا، تفقدوا، رجاء تفقدوا ابنائكم، امشيوا للمؤسسات التربويه حتى بالسرقه منهم، امشي وقابل الاستاذ نتاعو، وامشي في الريكرياسيون وقابل الاستاذ التاريخ وقابل الاستاذ العربيه وقابل الاستاذ الرياضيات وقابل الاستاذ الفيزيك، كل يوم قابل استاذ، واسالوا على سلوك ولدك، واسالوا على نتائج ولدك، واسالوا على لاسيدويتي نتاع ولدك، واسالوا على كل شيء، على تصرفات ولدك وعلى اخلاق ولدك، باش اذا كان فما حاجه تتصلح تنجم تصلحها او فيوريا ميزور، وما تخليش الشيء يتكاثر ويتفاقم لين ما عادش تنجم تردع، لين ما عادش تنجم تردوا لتالي.
لان ما عادش تنجم ترجعوا. دونك هنا بربي دعوه مره اخرى لكل الاولياء انهم على الاقل في غياب الدوله، خليني نقولها ونتحمل مسؤوليتي، في غياب الدوله اللي كانت عندنا قبل 2011 ومشيت بعد 2011، على الاقل اطلعوا انتوما يا اولياء يا محترمين، راهو مستقبل اولادكم، راهو مستقبل تو باه انت تو ولد الولد اللي عمل الشيء هذايا، اذا كان مش باش ياخذ طول طان ولا باش ياخذ اعدام، معناها تشوفوا دمر مستقبل، دمر مستقبله، مستقبل عائلته، ربما ما نعرفش عنده اخوات، ما عندوش، ربما يكون هو الولد الوحيد في العائله، دونك شوفوا شنو باش ينجر عليه، شوفوا كونوا عبره، شوفوا الولي ولا الوليه نتاع التلميذ هذايا اللي باش يشد الحبس طول عمره توا، هذا كان هذا كان ما خذاش اعدام راه على الحاله اللي ريناها توا، هذا كان ما خذاش اعدام، معناها شوفوا شنو مصير اولادكم اذا كان باش تسيبوهم على ترقد ريحهم وما تراقبوهمش وما تسالوش عفوا وتسمعوا انا سافا نقرا وتسمعوا كلامهم مريقلين مريقلين، وفر له كل شيء، يعطيه الفلوس، هزه قدام المدرسه، روح بيه ولا استناه حضر له عشاه ويرقد على روحه ولدك ولاباس ويمشي غدوه يقرا ونورمال ما تعرفوش حتى وين يمشي، راهو فما 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 تلاميذ ونشوفوا فيهم رانا، نشوفوا فيهم امام المؤسسات التربويه، فما تلاميذ قاعدين يقوموا بجرائم خطيره وشنيعه ما تتخيلهاش في مخك انه تلميذ عمره 15 عام ولا 16 عام يقوم بالجرائم هذيك، راهو برا تبعوا صغاركم، راهو مشاو في ميادين خطيره وخطيره برشا، راهو كانت عديو التلامذه الكل في كل المؤسسات التربويه وخاصه في المعاهد على التحليل تلقاوهم كلهم مزطلين بون ما نكونش متشائم برشا، تلقاو نسبه كبيره من التلامذه تستهلك في ماده الزطله وتستهلك في مواد اخرى، راقبوا راقبوا، هذه رساله للاولياء، رساله للدوله، الردع والمراقبه في المؤسسات التربويه وداخل تعزيز المراقبه والردع داخل المؤسسات التربويه، انتشار ظاهره المخدرات راهو قلتها وحكيت عليها الاف المرات وشفتوا النتائج نتاعها سير معناها سير 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 تيران تشوفوا فيه الشيء سير تيران، راي المخدرات اللي قاعده تتروج في الليسيات وامام المعاهد راهو شيء كبير، ايش بيه شوفوا سنوا قوانين اعملوا بيريوديكمون تحليل للتلامذه الكل، التلامذه الكل اللي تعرفوهم معناها يتغيبوا خاصه التلامذه اللي يتغيبوا خاصه التلامذه اللي سلوكهم ماهوش سليم مش معتدل في المؤسسه التربويه، هذوما الكل ما فيها باس كان تعملوا لهم تحاليل من الوقت للوقت في وسط المؤسسه التربويه، علاش لا؟ ماهيش فكره؟ اعملوا لهم تحاليل شوفوا الناس هذيا فاش قاعده تستهلك، نبهوا اوليائهم، عيطوا لاوليائهم استدعوهم، وشوفوا شنو شنو الهم اللي قاعد يصير في مؤسساتنا التربويه، كيفاش باش يطلع الجيل هذا؟ الجيل اللي قاعدين نشوفوا فيه توا، كيفاش باش يطلع؟ فاش تستناو فيه باش يطلع؟ فاش تستناو فيه باش يطلع؟ مازلنا نسمعوا في حكايه الاستاذ هذايا ان شاء الله ربي يشفيه وربي يقيمه سالم لعائلته، وان شاء الله لا يشوي معناها قلب عائلته وولاده اذا كان عنده اولاد وزوجته واخواته وعائلته كلها، معناها شوفوا فاش قاعد يصير في المدارس توا اليوم في المستير، في المستير توا اليا كيلكو يا بوتيتر اونور ولا اونور ادني، معناها كارثه كانت باش تصير في المعهد النموذجي المبيت نتاع المعهد النموذجي بالمنستير، التلامذه ما خلاو ما عملوا هذه سيكسيون جديده نتاع الفنون ولا شنيا مانيش باش نحكي فيه بالديتاي توا لانه السلطات الجهويه دخلت والحمد لله ومنعت مصيبه كانت تنجم تحدث في المنستير، هذوما التلامذه مسكنينهم في لي سي بيلوت نتاع المستير، هذه سيكسيون برانش جديده نتاع فنون، الوسخ في الكولوارات، الكلام الزايد، السبان، موثقين بالكاميرا سيرفيونس، معناها الاعتداء، محاولة الاعتداء على بنات يقراو في المعهد النموذجي، زبدة أبنائنا، معناها النخبة نتاع النخبة نتاع النخبة نتاع أبناء تونس، اللي يقراو في اللي سي بيلوت، معناها ولا عائلاتهم مطمئنين بهم، مقيمين في اللي سي بيلوت، في الفوايي نتاع اللي سي بيلوت مستير، كارثة كانت باش تصير. تلامذة طبعا احترم قرار السلطة الجهوية اللي هي بدورها احترمت وما تدخلتش في القرارات البيداغوجية، هذوما معناها تعداوا على الكونسي دو ديسيبلين وطبعا تحكموا ب 15 يوم رفض 15 يوم، لانهم ما نعرفش كيفاش خباوا على اوليائهم الاستدعاءات هذيا والاعلامات بالرفض ولا ما نعرفش شنو، دونك 15 يوم هذوكم سي توتافي نورمال، المعهد والفوايي مش باش يقبلهم خاطر تم تنفيذه ابارتير دو جوردوي، معناها رفض 15 يوم مش باش يبات غادي، فهمتني؟ دونك كارثة كبيرة قاعدين نشوفوا فيها في مؤسساتنا التربوية بارتو في تونس راهو، هذا مثال توا سمعت به تو وباتصالي طبعا بسلطة الإشراف خذيت المعلومة الرسمية باش نجمت نتكلم فيه الموضوع، دونك هذه راهو العنف في المدارس وفي المؤسسات التربوية بلغ منتهاه، راهو يلزم وقفة حازمة من المجتمع المدني، وأنا بدوري لهنا كيما نقدنا ظاهرة ليتود كي
كما انقدتها بامال دو فوا، والجشع متاع بعض الاساتذه ما نعممش، ومتاع العديد من الاساتذه ما نعممش، كيف كيف راهو الاستاذ مستهدف يا رسول الله، المربي راهو مستهدف بشكل واضح، راهي ولات حياته مستهدفه، مش هو مستهدف في شخصه بر، راهو حياته وسلامته الجسديه اصبحت مستهدفه اليوم امام عجز الدوله عن التدخل المشرف، على التدخل على اضعف الايمان تعملوا الدوله. ما فماش راهو استهتار، استهتار بارواح المربين، استهتار بحرمه المدرسه تم انتهاكها، حرمه المعاهد تم انتهاكها، ومن بعد يقول لك كيفاش ما نجحوش في الباك، كيفاش ولدي عاود 4 سنين في الباك، كيفاش تحبوا يطلع ولدك ويوصل للباك، كيفاش تحبوا يطلع ويوصل للباك وهو يستهلك في المخدرات وفي الزطله ويقوم بشتى انواع الجرائم امام المعاهد وفي وسط المعاهد. ادخلوا اعملوا عملنا استقصاءات قبل في وسط المعاهد داخل المعهد، وما يفيقش بيهم وتراكن ما تفيقش بيهم الاطار التربوي، ما يفيق بيهم حتى حد، جرائم شنيعه قاعده بنات معناها ديفي انسانت معناها في 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 مدارس اعداديه وفي ليسيات معناها في معاهد معناها دوزيام سيكل معاهد، شنو الهم هذا؟ شنو الهم هذا؟ معناها بنات امها في بالها بها تقرا، بنت عمرها 15 عام و16 عام في بالها بها تقرا، بعد 3 4 شهور تطلع بنتها حبله. ايه هذا شكون يتحمل مسؤوليته؟ إيه سامحني يا مدام انت ماكش قاعده تراقب في بنتك. امام الدوله ماني قلت لكم ما فماش امل كبير في هالدوله. يلا قاعدين ما فماش دوله، احنا نعيشوا في لا دوله. ما فماش لا نوسيون دو ليتا ني بلو، ما عادش بعد 2011 ما عادش فما لا نوسيون دو ليتا. دونك لهنا بالحق راهو فيقوا شويه. تكاتف الجهود من الاطراف الكل. من الاولياء الاولانيين. الدوله الفضيحه. الفضيحة غياب الدولة فضيحة كارثة في تونس على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات، هو سبب في الانتشار هذا الكل. الردع ما فماش، القوانين ما فماش، شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ في زمن بن علي الله يرحمه وينعمه، ما نحكيش على زمن بورقيبة ذاك العهد المثالي، أما في زمن بن علي الله يرحمه وينعمه ما كناش نشوفوا شيء هذا. كان فما ديسيبلين في المدارس، كان فما ديسيبلين في المعاهد، كان تلميذ يحترم أستاذه، حتى كي تلقاها البيئة لا عايش فيها ولا تلقاه باندي البرة في الشارع مع استاذ عينه ما يهزهاش. وهذا شفناه قرينا ورينا الشيء هذا، راه ما قريناش في معاهد نموذجيه، نحن قرينا مع ناس كل، قرينا مع المتوسط ومع الباهي ومع الخايب ومع العاقل ومع المتربي ومع المش متربي، حتى المش متربي ما يهزش عينه في استاذه اليوم ما عادش. هذا الموضوع الاول. نتعدى للموضوع الثاني، وهذا راهو موضوع للمتابعه على فكره، باش نقعدوا نتابعوا فيه واساند مسانده لا مشروطه كل الاطار التربوي وكل الاساتذه والمعلمين، واعتذر لهم عما آلت اليه الاوضاع، لانه ما كنتش نتخيل نهار في بلادي انه يتم الاعتداء بالعنف على استاذ مربي ولا على استاذه فاضله، مهما يكون الاختلاف. نجم راهو نجم ما نحبش استاذي، نجم هذه معناها التليباتي والانتيباتي هذه حاجه معناها عاديه تنجم تصير، نجم استاذي ما نتيقوش ما نحبوش اما نحترمه هذاك في مقام بابا، نجم استاذتي ما لو كورونا باس با ما نحبهاش ما نحترمهاش ما نتيقهاش، اما تبقى استاذتي في مقام امي هذا الشيء ما ريناش قبل، راه هذا الشيء ما ريناش. نجم نكون انا بيدي فما سبحان الله معناها مرات قليله استاذ ما نحملوش، نبتسم في وجهه صباح خير مسيو عسلامه سيدي، نحترمه ونقدره معناها بنغزر له بابا هذاك في المدرسه، بابا في المدرسه هذا الله غالب. موضوع معناه بالحق يستدعي وقفات ووقفات طويله ومطوله. نمشي للموضوع الثاني اللي هو موضوع انتهاك الحرمات الجسديه وانتهاك لحقوق رجالات الدوله، خليني نقول رجالات الدوله باتم معنى الكلمه زمن بورقيبه وبن علي. هنا باش ناخذ كمثال الشهيد جيلاني دبوسي، وكيف كيف معناها باش نحكي عرضيا انتم المره الجايه ان شاء الله نتطرقوا له ونحاول ناخذ كيما باش ناخذ اليوم ابن السيد جيلاني دبوسي، نحاول ناخذ في المره القادمه من عائله سي علي شاوش و سي بوعون كيف كيف استاذ التعليم العالي السابق اللي تم التنكيل بهم. نحكي لكم على سي علي شاوش الا هالفصل 96 اللي دمروا به رجالات الدوله، الا استغلوه وطوعوه كما حبوا هما ظلما وبهتانا، ونكلوا بالمناضلين ونكلوا بالناس الوطنيين ونكلوا بالناس اللي بنات الدوله التونسيه. سي علي شاوش تعرفوش علاش برمي الجرائم اللي شد عليها الحبس في العهد السعيد هذايا نتاع الاخوانجيه شنيا؟
انه عطاه دو شيز نتاع اونديكاب، نتاع دو زونديكابي، شاف في اطار نشاط ما تقوم به الدوله، ما تقوم به الوزاره وقت كان وزير، شاف معناها دو زونديكابي سخف عليهم، عطاهم دو شيز، وفرت لهم الوزاره دو شيز. يظل لي لي شيز هذوما اللي روح بيهم لدارو، ولا مشى بيعهم، ولا عمل بيهم حاجه. السيد يلقى هذه جريمه من ضمن الجرائم اللي تمت احالته عليها، ولا تم التنكيل به على خاطرها، انه هو عطاه دو شيز نتاع اونديكابي. هذه راهي فضيحه من الطراز الرفيع، فضيحه كبيره، هذه كارثه. هذا سي علي شاوش كيف كيف، وش اسمه وزير التعليم العالي سي بوعون، تنحكيو عليه المره الجايه ان شاء الله. لكن خلوني في القضيه، الحدث اللي حبيت نحكي فيها اليوم، وبش يكون معايا ولده سي سامي الدبوسي، ولد سي جيلاني الدبوسي. جيلاني الدبوسي اهل تبرقه واهل عين دراهم يعرفوه اكثر منا، ويعرفوا نضالاته على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، يعرفوا دفاعه المستميت الله يرحمه وينعمه على جهته، يعرفوا حبه لبلاده والوطن متاعه، يعرفوا هذا الكل. هذا الكل ابناء تبرقه وعين دراهم يعرفوه عن قرب. الدكتور هذايا اللي هو خبير اقتصادي وفي نفس الوقت طبيب وعنده العديد من الاختصاصات في القانون وفي غير القانون، السيد هذا وصل لي يداوي في المرضى بلاش في تبرقه، اللي هو طبيب وصل لي يداوي بلاش في المرضى على حسابه، لانه ابناء جهته، لانه مواطنين مستحقين وكذا وكذا. دونك السيد هذا الخير اللي قام به يشهدوا به اهالي المنطقه، ويشهدوا به المقربين والبعاد، ما عليه كيف كيف، معناه القريب والبعيد يشهد، القاسي والداني يشهد بشيء هذا. سي جيلاني دبوسي سمعتوا به بوتيتر فما تغييب ممنهج، تغييب اعلامي ممنهج للقضيه نتاعو، ما خاضوش برشا في لي ديتاي، دو ولا تروا فوا تم الحديث على قضيته، الا هو تم التنكيل به وقت الاخوانجيه في حكم الاخوان في تونس. وهنا باش ناخذوا باش نتصلوا بابنه سي سامي الدبوسي، اللي كنت معاه على اتصال اليوم الصباح، ونسقت معاه للظهور معنا على المباشر، حتى تكون شهاده حيه طبعا في حق الرجل هذايا العظيم، الرجل المناضل، الرجل اللي خلى بصمه كبيره برشا، الرجل اللي كان ليه دور كبير في التنميه في جهته، واللي كان ليه دور كبير الحقيقه في 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 جهه برقه الكل. وكما قلت لكم ربما المقربين القاسي والداني يعرف الشهيد جيلاني الدبوسي، ولا قام به الشهيد جيلاني الدبوسي للرقي بجهته الساعه وبتبرقه، معناها على المستوى المحلي، على المستوى الجهوي، على الصعيد الوطني، وطنيه صارخه، وطنيه عاليه، مناصب معناها كما قلت لكم ونعاود نذكر، مناصب معناها اللي تقلدها سي جيلاني الدبوسي وكان اهل ليها، والناس الكل شهدت في حق جيلاني الدبوسي، والناس الكل شهدت بنضالات هذا الرجل العظيم الذي انجبته تونس، ويحبوا يحطوه ويروحوا قضيته طي النسيان. لكن هيهات، ما دام مازال فما وطنيين، مازلنا باش نقفوا لبلادنا وباش نوثقوا نضالات الزعماء من تاريخ هذا الوطن. وجيلاني الدبوسي احد زعماء هذا الوطن، اقولها وعلى مسؤوليتي، والعباد الكل تعرف الشيء هذا، والقريب والبعيد يعرف الشيء هذا. راني اليوم بعد ما اتصلت بابنه، هو معانا تو على المباشر، انا باش ناخذوه معانا سي سامي الدبوسي، والله بارازار قاعد مع ايتار من جهه المنستير الصباح نعمله في قهوه، قلت له راني باش نحكي مع سي سامي الدبوسي من بعد في ملف جيلاني الدبوسي. بدا يحكي لي على راجل هو اصيل المنستير، معناها وتحيه ليه سي وجدي صخيري، بدا يحكي لي على الراجل وعلى نضالاته في السياحه، في القطاع الاقتصادي، في القطاع الطبي. معناها تصوروا انتوما الشهاده هذه خذيتها من اصيل المنستير على سي جيلاني الدبوسي اللي هو عمره كله يخدم في تبرقه. معناها شوفوا السيت نتاع الرجل هذايا، وراني السيد اللي خذيت من عنده سي وجدي صخيري من اهل الثقات ومن الناس الصادقه، ولا الحقيقه اعتمدوا على المعلومات نتاعو. دونك السيد هذا اللي تعرض للتنكيل، تعرض للتعذيب الممنهج، تعرض لي كيما قلت معناها للتغييب الاعلامي، قضيته تعرضت للتغييب الاعلامي كبير. هنا باش نزيدو نسمعوا اكثر تفاصيل مع ابنه. مرحبا بك سي سامي الدبوسي معنا على المباشر. يعيشك وبارك الله فيك على الاستجابه، انك تكون معنا على المباشر مع التوانسه اللي يسمعوا فينا بالمئات ما شاء الله توا. ما غير حسن جاي يا شعب الاسلام، حبينا نوضحوا بعض النقاط على اغتيال سياسي بامانه كلمه للدكتور جيلاني الدبوسي من طرف مجرمين اللي معروفين، الناس الكل تعرفهم. باهي سي سامي، سي سامي هو توا انت كتبت تدوينه مؤخرا على سمير ديلو اللي هو كان وزير عداله انتقاليه وحقوق الانسان فك العهد السعيد نتاع حكم الاخوانجيه. باهي شنو دخله سمير ديلو في القضيه نتاع المرحوم جيلاني الدبوسي؟ شنو دخله؟ هو وزير في الحكومه الجبالي وعلي عرايب،
وزير حقوق الإنسان، اسمعني مليح، هو وزير حقوق الإنسان ده من ديسمبر 2011 حتى جانفي 2014. قابلته في بداية 2012 ومشيت له وقتها هو الوزارة في مجلس المستشارين في باردو، ويعطي الصحة مني، عطيته الملف وقلت له راهو اللي صاير راهي قتل عمدا وتعذيب عمدا، لازم تعملوا حاجة اللي مش معقول صحيح يا أخي. من بعد سكر الملف حطه في القشر وسكر عليه، اللي هو زملاء كما البحيري ومكي يقتلوا فيه هارك بعد هارك. دونك بالطبيعة متواطئ، وعصابة مجرمين متواطئين في تعذيب الممنهج في قتل الدكتور جيلاني تابوستي. به انت لهنا تو اليوم، معناها هاو بعد السنين اللي تعدات السوداء هذية، انت وعائله الشهيد جيلاني الدبوسي باش طالبوا السلطه القائمه حاليا ورئيس الجمهوريه الا سوا ديزون وعد معناها باعاده الحقوق لاصحابها وباعاده معناتها بتجاوز هالمظالم الكل، انه كل صاحب حق ياخو حقه، باش طالبوه حاليا والوقت مناسب اعتقد توا. لا من طلبوا في حد شيء، توا القضية مدونة في المحكمة في باريس وفي الأمم المتحدة في جنيف، اللي هي قررت بجريمة الدولة وباش تبعث باش تعمل ندوة صحفية وباش تحكي بالمفاصل الجريمة هذه. دونك الرئيس قيس سعيد باش يجي له الملف، وعنده ديجا الملف، وباش يجي له التقرير وباش يجي له التقرير النهائي والحكم، يعني بتنفيذ الحكم، خاطر انتربول بعد باش تجي وتطلب بالمجرمين، بالتسليم المجرمين اللي عذبوا حتى الموت دكتور جيلاني تابوس. الناس اللي هما امبليكي سي سامي، عبد اللطيف المكي، نور الدين البحيري، سمير ديلو، وشكون اخر من الاسماء البارزه اللي هي امبليكي في التنكيل بالشهيد جيلاني دابوس؟ العصابة تبدأ من الرئيس المرزوقي اللي الحقوقي، الحقوقي بدوره اللي هو كرئيس، اللي هو بلوس زميل دكتور جيلاني دابوس، قراوا مع بعضهم، اسمعني مليح، قراوا مع بعضهم في أواخر الستينات في كلية الطب بستراسبور، وقت جيلاني دابوس يناضل وقتها ديجا في 68 و67 مع الطلبة الأجانب، هما ديجا وقتها التوانسة بيتحاسبوا في بصوب على الأيدين. هو المرزوقي يسكر في البار لاكانيا اللي معروفين الناس اللي في ستراسبور تسمع فيها، البار هذايا الحانة هذايا اللي هو يسكر صباح وعشية كان يسكر فيها، هذايا الحقوق بدوره. وقتها هو رئيس خذا تقارير تاع المنظمات الدولية حقوق الإنسان والمناهضة التعليم، يقول لك راهو دكتور جيلاني دابوس قاعدين يقتلوا فيه وعذبوا فيه في السجن المرناقية، وقاعدين معناها يحبوا يقوموا بالجريمة النهائية. وهو جاله زاد كيفاش نقول، جاله برقيات باش يلزم يتدخل باش يحبس التعذيب هذا، ولكن هو ما على باله، انا استكر عينيه. دونك لمده عامين ونص وهو فاضي يعذبوا فيه حتى الموت، والاخر قاعد في القطر ياكل في اللونجوس. يا هذا السيد هذا ابار اللي هو عميل، وانا تعرفوا التاريخ نتاعو، هذا متورط. دونك العصابه تاع اللي في الجريمه ضد الدكتور جيلاني دابوس ابداها من المرزوقي، بعد البحيري مع الطبيبة تاع المرناقية نادية هلال، ومن بعد يجي المكي وزير الصحة مع المستشار نتاعو الخار اللي خارج خارج في الرايد الرسمي مندرونيسي، هذوما عاد هذوما يعملوا في الديبروشمون في الماكينة تاع الدياليز بالقوة العامة في نص الليل، معناها في ليلة 22 جوان 2012 اللي تبقى راسخة في التاريخ، ويعملوا يحبوا يدخلوا باش يعملوا تقارير طبية مضروبة. هذوما عاد عذبوا لمدة 30 شهر الدكتور جيلاني الدبوستي. دونك هذوما العصابة اللي قاموا بالجريمة بأتم معنى الكلمة. واضح واضح سي سامي، شكرا. وإيفيدامون بالأدلة، كل شيء عند المحكمة في باريس وعند الأمم المتحدة. عندي سؤال، كان جا الملف بتاعي فارغ
رأي الأمم المتحدة ما خذيتوش. اكزاكتومون اكزاكتومون، ان شاء الله كل حق، كل صاحب حق ياخذ حقه، وان شاء الله حق الوالد تاخذوه ولو بعد حين ان شاء الله. موضوع الحقيقه للمتابعه، الناس كل حست. وعلى فكره توا سي سامي نحكي معاك، والاف الرحمات في شكل تعليقات على روح شهيد جيلاني دبوسي. شكرا شكرا، خاطر هذايا أول مرة في تاريخ تونس إن شاء الله اللي الاغتيال السياسي هذايا اللي تعملوه هذوما المجرمين باش ناخذوا حقنا، وعمرك ما تسكت على الحق نتاعك، ويلزم ديما هذه الكرامة، راهي الكرامة ما تتباعش. واضح واضح، وأحسن رسالة. شكرا يا عبد السلام، وإن شاء الله في القريب العاجل يجي الحكم النهائي. إن شاء الله، وشكرا ليك على الاستجابة طبعا، إنك تكون معنا على المباشر. يعطيك الصحة، والله يرحمه وينعمه سي جيلاني دبوسي. شكرا ليك سي سامي، يعطيك الصحة، شكرا يعيشك وبارك شكرا. الله فيك. شكرا شكرا. به، هذه شهادة حية من ابن الشهيد جيلاني دبوسي، كنت تسمعوا فيها على الهاتف مباشرة. معناها لوعة كبيرة الحقيقة، يحس بها الابن تجاه والده اللي يشوفه قاعد يتنكل ويتعذب 31 شهر تقريبا، ما فما حتى حكم عليه وهو قاعد يتعذب، وما فما معناها حتى شيء، والسيد قاعد يتعذب لأن زادوا السكر وزاد له الدم وصارت الأمراض الكلها صارت له هذيك كلها. تحية كيف كيف المناضل سي ماثر الحداد اللي بعث لي تو ميسنجر ابارامون من التيتر من بعيد، تقيت على قضيه الدكتور جيلاني الدبوسي. ما نجمش سي مازن نحل او ميم تون في اللايف، ما عنديش اتوي اخر، ما عنديش بورتابل اخر نحل به اكيد، وانه المقال ثري ونطلع عليه بعد اللايف هذا. وتحياتي ليك سي مازن الحداد، راني لتو نستنى في لقاء مباشر معاك كما وعدتني سي مازن الحداد، تبع فينا ديما. تحياتي ليك ولكل الصادقين في هذا الوطن. به، هذه حبيتها شهاده حيه للتاريخ، سيسجلها التاريخ في قضية جيلين دبوسي والإخوانجية المجرمة اللي أذنبوا في حق العديد والمئات والمئات من التونسيين اللي راحوا ضحية. نذكر قبل ما نختم كونه راهي رجالات الدولة الوطنية حتى اللي برأها القضاء في 2011 من التهم المنسوبة إليها، جابتها رجعتها وكركرتها للمحاكم المشؤومة اللعينة صديقة بول بريمر، والهيئة متاعها اللعينة اللي هي أكبر ملف فساد في تاريخ تونس الحديثة توا بعد 2011، والتوا لا تجبد والتوا لا تمس والتوا لا تحل. الهيئة هذيك متاع صديقة بول بريمر اللي قالت له كراكم بديتوا بفتح تونس مش ببغداد، دونك هذاك التوا نستناو في هاك المجرمة في هاك الشمطاء الحيزبون هذيك اللي كانت ترتع وتسول وتجول مع دوائر الاستخبارات الأمريكية، واللي كانت ترتع وتسول وتجول وتكتب في التقارير ببلادها وبنظام بلادها وبرئيس بلادها وبوزرة بلادها وبكل التيارات في بلادها، مقابل انها تتقرب لفلان، ومقابل كل الملاليم المسخة حاشا من يسمع، الملاليم القذرة هذيك اللي كانت تصرف بها هي وغيرها برشا برشا، كما ذكر سي سامي الدبوسي توا، وحمل المسؤولية للترتور المؤقت السابق رأسا لأنه هو وقتها كان رئيس جمهورية. دونك ان شاء الله كل صاحب حق ياخذ حقه، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه هو وكل شهداء تونس البررة وكل رجالات الدولة الوطنية وكل زعماء الحركة الوطنية على مر التاريخ في تونس، إن شاء الله ياخذوا حقوقهم الكل. نرجع ونقول بربي يا أولياء، راقبوا سلوكات أولادكم وبناتكم، وراقبوهم وراقبوا أدائهم في المدرسة، وراقبوا تصرفاتهم في المعهد وفي المدرسة الإعدادية، واسألوا الأساتذة بشكل دوري، واسألوا الإطار التربوي بشكل دوري. ونحب نذكر كل من يتابع فينا توا من تلامذة ومن شباب ومن أطفال، وبرشا منهم قاعدين يتبعوا، نعرف الشيء هذا، يتبعوا فيا برشا من الشباب. نقول لكم راهو تفكروها المقولة، من علمني حرفا صرت له عبدا. والخلافات ما بين الإطار التربوي ما بين الأستاذ أما بين المربي والتلميذ راهي تنجم تتحل بطرق أخرى، بطرق لينة، تنجم تتحل من أنك تطلب السماح من أستاذك، حتى إذا كان أنت تعتبر اللي هو غلط في حقك، تمشي له بتربية وبلباقة، هذاك في مقام بوك، هذيك في مقام أمك، سيدي ولا سيدتي علاش عاملتني هكا، علاش قلت لي الكلمة هذه، علاش أعطيتني التقييم هذا، هاتو يفسر لك. راهو المربي ما عندوش بونتو بحتى تلميذ، راهو ما عندوش بونتو بحتى التلامذة كلهم أبناء، معناها حطوها في مخاخكم هذية. وقم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. ما نطولش عليكم أكثر من هكا، الفيديو هذه كي العادة راهو وثق وسجل يا تاريخ، ديما نقولها سجل يا تاريخ كلمة الحق اللي ما تسمعوهاش في الإذاعات وما تسمعوهاش في المنابر المأجورة، في معظم المنابر المأجورة هاكم تسمعوها عنا من المنبر هذا بالإمكانيات المحدودة هذه. ويعطيكم الصحة على حسن المتابعة، وانشروا الفيديو على قد ما تنجموا، وتصبحوا على خير.